طيب، من الفوائد والأحكام نريد منكم الآن الشرح. نريد منكم الآن الشرح. قال ابن بطال، قال المهلب: إن أقرض الوكيل إلى أجل مسمى جاز. بداية، ما معنى هذا الكلام؟ والنقطة الثانية يحتاج إلى ضابط. ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ تفضل. أن الوكيل إذا أقرض شيئا من هذا المال الموكل في عهده لشخص ما جاز، ولكن بشرط أن يكون يعني العرف يسمح بذلك وصاحب المال يسمح. نعم. يا جماعة، صرنا مكررين حوالي 7 مرات، مش معقول. مش معقول الوضع اليوم عندكم مع هالحر، مش عارف شو الوضع، نايمين وتعبانين. 7 مرات صرت مكررها. قلنا إذا كان هذا الوكيل أراد أن يقرض من مال موكله جاز، ولكن بشروط 3. 1، أن يكون العرف يأذن له بالإقراض. 2، العرف عن صاحب المال هل يطول أم لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يعود بنفع خاص على الوكيل. ألا يعود بنفع خاص على الوكيل. 3، ألا يرجع إلى ذات المال بالتلف أو الهلاك.